طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. والسلاح يكون مربوط بمجمله من الدولة وكل النشاطات، ليس فقط السلاح، المقرات، وبدأنا بالتنفيذ. صدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة بسحب عناصر الحشد من السيطرات الرئيسية بالسهل نينوى. لم أتوقع بأن تصدر عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية تجاهي تحديداً، باعتبار ما قدمناه للشعب العراقي. قلنا لكم عمي لا توقفون قبالنا. بويا هنا البطل، بويا بويا وشوف الفوق. كل من يقول لك الحشد ينحل لا تصدق، حتى لو رئيس الوزراء. أهلا بكم من جديد. اليوم نريد نتحدث حول أداء حكومة عادل عبد المهدي خلال أكثر من سنة، واللي وصفها تيار الحكمة عندما قال بأن نسبة الإنجاز الحكومي لا تتجاوز 38%، وليس كما تحدث التقرير الذي قدمته الحكومة بنسبة إنجاز تصل إلى 79%. القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري أعلن بأن الفصل التشريعي المقبل سيشهد استجوابات كثيرة لأداء الوزارات خلال فترة الستة أشهر الماضية. طبعا في إطار الصراع السياسي بين الكتل السياسية، تحدث تيار الحكمة أيضا حول قدرة الحكومة، حكومة عادل عبد المهدي، على تغيير الكثير من المسؤولين الذين أمضوا سنوات بمناصبهم وعليهم الكثير من مؤشرات الفساد، ويعود إلى وجود غطاء سياسي وكتل تتبناهم وتوفر لهم الحماية. النائب عن التيار ستار الجابري أكد بأن الأزمات التي يمر بها البلد سببها الفساد ووجود الفاسدين على رأس الدرجات العليا لمؤسسات الدولة، وشدد على عدم وجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، وأن الحديث عنها مجرد شعارات فارغة. أشار إلى أن الدولة العميقة كما أسماها ما زال تفتك بالبلاد وتسيطر على موارد المؤسسات، وبيّن بأن هناك عشرات الملفات مطروحة أمام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تخص الفاسدين والكتل التي توفر لهم الغطاء السياسي لكن دون إجراء حقيقي. طبعا لجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي في البرلمان لديها تقرير خاص حول إنجازات برنامج حكومة عادل عبد المهدي، وسط اتهامات للحكومة بتحقيق نسب متدنية من البرنامج. والتقرير اللي أعدته حكومة عادل عبد المهدي بنفسها في شهر 6 حزيران يونيو الماضي كان يحمل عنوان البرنامج النصف سنوي، وتحدثنا حوله في يومها وفي وقتها هنا في برنامج صوتكم، واللي كان يحمل الكثير من المبالغة، واللي كان من المفروض يصدر من لجنة مستقلة أو منظمات المجتمع المدني أو مراكز أبحاث، وليس من الحكومة نفسها أن تقوم بتقييم نفسها بنفسها. طبعا على سبيل المثال هناك تصريحات كثيرة صدرت حول هذا الموضوع. يعني يوم أمس النائبة السابقة والقيادية في حراك الجيل الجديد سروة عبد الواحد أكدت بأن التقرير الحكومي نصف السنوي انطوى على تضليل كبير، وقالت بأنها تستغرب تقييم الحكومة لنفسها وتقييم الكتل السياسية لهذا البرنامج بدلا عن مجلس النواب، وبينت بأن هناك أمورا من المعيب ذكرها في التقرير الحكومي نصف السنوي، منها التقارير
والندوات. سر عبد الواحد عدة التقرير الحكومي هو تضليل كبير لمجلس النواب قبل المواطن، وأشارت إلى أن مجلس النواب كذلك متواطئ مع الحكومة ويفقد دوره الرقابي، ووصفت الحكومة والبرلمان الحاليين بالأسوأ بعد العام 2003. طبعا القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي قال بأن حكومة عبد المهدي من أضعف الحكومات اللي شكلت بعد العام 2003 كما قال، وأوضح بأن ما أعلنته حول تقرير حكومة عادل عبد المهدي وتنفيذها للبرنامج الحكومي فيه كذلك الكثير من المبالغة، وأنه يعني ابتلع كثير من الأمور، وموضوع السلاح بيد الدولة لم يحصر كما كان معلن، وكذلك الحكومة استلمت زمام الحكم وكانت أسعار النفط مرتفعة، وعلى أساس يعني كما تحدث بأنه الوضع الإقليمي كان أفضل، ولكن كل هذه الأمور وزيادة أسعار النفط لم تنعكس على حال المواطن وحال الخدمات المقدمة للمواطن. طبعا البرلمان شكل لجنة لمتابعة التقرير النصف السنوي اللي صدر قبل حوالي شهرين حول إنجازات حكومة عادل عبد المهدي، من أجل متابعة ما تحقق من البرنامج الحكومي اللي عرضته وعرض رئيس الحكومة على البرلمان، ووعد بتنفيذه عقب منحه أو منح حكومته الثقة في 2018. طبعا ضمت بعضويتها هذه اللجنة عدد من النواب اللي يعملون على متابعة البرنامج، وبحسب عضو في اللجنة فإنه تم الانتهاء من تقرير اللجنة فيما يتعلق بالرد على تقرير الحكومة نصف السنوي الخاص بإنجازاتها، وتم مراجعته الآن ووضع اللمسات الأخيرة عليه كما قال، وبين لصحيفة العربية الجديد بأن التقرير يتضمن حقائق صادمة كما وصفها، يتضمن حقائق صادمة عن الإنجازات الحكومية والتي لم تتجاوز في بعض الجوانب نسبة 25%، بينما تحدثت الحكومة أنه وصلت إلى 80% من النسب المحددة في البرنامج، وأشار إلى أن التقرير الذي سيعلن عنه أو سيعلن عن تفاصيله يوم الخميس من الأسبوع المقبل تم إعداده يختلف تماما عما تضمنه التقرير نصف السنوي الذي قدمته الحكومة عن إنجازاتها. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو حسن، قبل تقريبا شهر ستة حكومة عادل عبد المهدي أصدرت تقرير نصف سنوي بإحصائيات وبنسب تتحدث عن كافة قطاعات الدولة من صحة وتعليم وتربية وإسكان وإلى آخره، تحدثت عن نسب مرتفعة بإنجازاتها، أنه وضعت على أساس مشروع أو برنامج لدفع الأمور وإصلاح الأمور بعد استلامها للدولة. طبعا النسب بوقتها أكو مثلا وزارات وأكو دوائر وصلت إلى 100% أو 90%. اليوم النواب واللجنة اللي تم تشكيلها من قبل البرلمان يقول لك هذا الكلام مو صحيح، وإنه هذه نسب مضللة وفيها مبالغة كبيرة، وبعض النواب انتقدوا أنه الحكومة تقيم نفسها بنفسها. أنت كمواطن ومن العاصمة بغداد، شلون تشوف أداء حكومة عادل عبد المهدي خلال سنة من تسلمها للحكم؟ تفضل أبو حسن. أخوي عمر، هم دولة يعني يكذبون الكذبة في سبيل يخلون الناس تصدق بيهم. نعم. يعني حتى يعني أي إنسان هسه يشوف الواقع اللي يعيش العراقيين أو بالعراق بصورة عامة راح يشوف عكس الكلام. هذا ظالم عبد الكافر، يسموه عادل عبد المهدي. لا بدون تجاوز، كافر يعني كافر ظالم. أبو حسن، لا بس الله يخليك على راسي. اسمح لي، إحنا ما نريد لا نسب ولا نشتم ولا ما راح أجي. أنت من حقك كمواطن تطي رأيك بأداء الحكومة، وأنت ساكن في العاصمة بغداد، فتفضل أرجوك تفضل.
ربي يحفظك. صار اخي دي اكون على الناس يعني دي يقول لك انجازات. انجازات شنو اخوي عمر؟ نعم. يعني من التعليم، من الطب، من الزراعة، يعني هم دي يقتلون البشر واجل لك الله الحيوان. يعني الزرع، الطب دمار للناس، يعني كل شيء بفلوس. هاي اول انجاز. تجي للزراعة، الزراعة قاموا يحرقون المحاصيل الزراعية، هاي ثاني انجاز. الصناعة كنا صناعة، يعني الأولى هسه ماكو صناعة. يعني كل شيء عندي يوهمون الناس، يخلون الناس تصدق كذبتهم، بس الشعب ما تعرف يعني شلون دي يستوعب الكلام هذا. فهم دمروا الناس. أكبر مثال يعني البارحة الطلاب متخرجين ويردون يعني يتوفون، كاتبين ينصفونا نحن مظلومين ولا يهتمونهم. هذول كلهم عصابة يا أخي، عصابة تغرب تدمير الشعب. يعني هسه مرة تبكي تقول على ولدها، بس حملني ما يخالف أخوي عمر. يعني تبكي أي إنسان حتى لو ما عنده ضمير يتألم على المراهي. هم ما يتألمون أخي، هذول همهم تدمير الشعب وجعله من أسوأ إلى أسوأ. نعم. وهذا الحشد اللي صار هسه مال المفر، يعني كله من الحكومة. هم يقولون سووا هالشيء هذا في سبيل يعني عدين احنا نصيفر ونطلع الحشد. كله كذب هذا. نعم. الحشد ما يطلعوه. يعني اكبر مثال هاي لواء 30، هم متفقين الحكومة يسوي لعن الفلوجة. نعم. والرمادي لما طبوا الجيش كله دمروا المدن الغربية، هم قدروا يطبون. فكلهم دول اخي يكذبون في سبيل الناس تصدقهم. نعم. فما اعرف يعني الشعب هذا الى امتى يظل ساكت، ما اعرف. والله الشعب يطلع مظاهرات والشعب يحكي ويتكلم ويتعرض الى قمع ويتعرض الى اعتقال ويتعرض الى تخوين. نعم اخوي عمر، هي المصيبه كل العالم صار ضدنا. يعني تعرف ترى الامريكان جبناء صدقني. يعني 32 دوله كانت على العراق في سبيل تحتله. بعد هم دولة قوه عظمى. لا والله مو قوه عظمى، هذول امريكا سراق لصوص ياخذون حقوق الشعوب ويعيشون براسهم. ولا ما شنو تاريخهم الامريكان او ايران او غيرها؟ كلهم دولة هم سراق لصوص، ودولة جابوهم هم كلهم خدم لهم. لان هم مو بقلهم، مو عراقيين. لو عراقيين كان حسوا بالمريض، حسوا بالجائع. اكو ناس عمدة تنام بالشارع، نام بالشارع. انت تعرف نسبة الطلاق؟ نعم. صارت تقريبا بال 40%. فهم دول يريدون تدمير الشعب ويخلوه الى حشد طيبين اسفل السافلين. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. طبعا أنا أعتذر عن استلام الاتصالات على الواتساب. على الواتساب فقط نستلم رسائلكم، وأرجو أن تكون رسائل مختصرة وواضحة. رسالة من أبو عمار من السويد يقول فيها: السلام عليكم أستاذ عمر. يقول: حكومة عبد المهدي جدا ضعيفة كباقي الحكومات من كل النواحي. يقول: انتشر فيها الفساد في كل دوائر الدولة، وانتشرت المخدرات والحشيشة والإهمال العلني في الخدمات كالكهرباء، وسيطرت الميليشيات كالحشد وحزب الله سماها الميليشيات الإرهابية، وضعف أداء البرلمان وأصبح أضعف برلمان من 2003. تحياتي لقناتكم الموقرة، أخوكم أبو عمار. نعم. طبعا عضو اللجنة البرلمانية المشكلة حول متابعة البرنامج الحكومي أضاف بأن هناك مداولات وضغوطا تمارس لأجل التريث بإعلان التقرير حتى الفصل التشريعي المقبل. وأكد عضو اللجنة النائب محمد الشيع السوداني بأن التقرير يتضمن نسب إنجاز أقل من النسب التي أعلنت عنها الحكومة، وشدد على أن المواطنين غير راضين عن نسبة الإنجاز التي تضمنها التقرير الحكومي نصف السنوي. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك دكتور عمر. بالنسبة تيار هذا ما أدري شو اسمه، حكيم والله ما أعرف. تيار الحكمة. يدري بكل زين. نعم. زين هذا هو عمار بنفسه حرامي.
أربع سنوات كان لازم البصرة هو وماجد النصراوي ضحكوا على أهل البصرة بالعمامة السوداء، لكن من اللي وصلهم؟ وصلهم هذا التفقوية، هذا المرجع بشير الدوسي، هذا اللي ما يعرف يتكلم عربي، زين هذا اللي يقول على حسين يا حسين يا حسين، هاي المقطع موجود يطلعوه، كلهم متفقين وضحكوا على أهل البصرة خطية وأكلوا فلوسهم. قالوا والله كنا نشتري لهم يومية كباب، يومية كباب يأكلون البصرة، فجاي ذي حاد يريد هسم، شالوا كل الصلاحيات من يديهم، ما بقوا لهم لا صلاحية ولا محزنة، هو طامع بمحافظة، طامعين ذول بمحافظة يريد يحصل عليه، يقول لك تطلع نخلة براسهم وراسهم خلفهم ما يشوفون من عندي درهم واحد للأعمار، فما دينتوا ولا محافظة دينتوا ولا وزارة دينتوا، من طي وزارة الخارجية، وزارة الخارجية جايب ابن عمه ما ادري من هو محمد علي حكيم جايب هذا ما بعد أتحس من إبراهيم الجعفري أتحس من عنده، فهو إنجازات اللي قدموها شنو؟ استاذ يعطيك معلومات مقتدى، مو قال بنفسه بعظمة الشاء، قال أعطي مجال الحكومة سنة، زين أنت خلال هالسنة ليش فاتت عليها 10 شهور 11 شهر جت فات عليها، ليش أنت ما تحكي ما تقول؟ مو أنت تبيع شرف برأس الناس وعلى أساس أنت أبو الفقراء وأنت أبو المظلومية وأنت ما أدري شنو؟ قال ليش 10 شهور ساكت أنت؟ يعني معقولة منتظر آخر شهر أو آخر يوم من السنة يعني إنه عادل دوية يقول والله كن فيكون ليش كيف فيكون؟ هذا بس هذول القسمة والوزارات الثانية كلها فبكي إليه فبكي إليه ست وزارات إليه ست وزارات إليه، لا تسألني لا على الواردات ولا على الجباية ولا على الصادرات، ماكو كل شيء ماكو. زين أتحدى إذا هو صح واحد من الوزراء اللي عنده أو كلا وزراء قال له تعال أنت سويته خلال هالعشر شهور، عمي لا تحاسب هذا تقولون عليه رئيس وزراء، تعال حاسب جماعتك يا مقتدى، تعال أنت يا نوري، تعال يا هادي، تعال ما أدري منه، تعال كل واحد خلي حاسب وزراء، كلهم حرامية ودي يتقاسمون الورث والورث. زين شنو فائدة شنو فائدة أنه الحكومة تسوي تقرير نصف سنوي أو سنوي تقيم بها نفسها؟ بس خلينا أكمل أبو عمر إذا تسمح لي، شنو الفائدة وأنه بعدين آني يطلع البرلمان والنواب اللي هم آني متفق وياهم والكتل السياسية تطلع السقط بي وتقول لا أنه هذا الكلام كذب وهذا التقرير بتضليل كبير وهذا الكلام كله مو صحيح؟ دكتور عمر استاذ كل ما هنالك انه هذول ما محصلين كل شيء، حتى عظمة ما وقعت لهم مو مثل قبل، حتى امريكا كلها بيديها هي المسيطرة على الوضع، هي اللي تقول تصرف البنك المركزي الواردات الصادرات، صحهم مش ينتظرون يوزع فلوس للمحافظة ايران تبوقها. زين هسه انا قاعد اتابع قناة كنت سكاي نيوز عربية، طلع واحد يقول قال له المذيع قال له احنا محافظ الناصريه قال له انتم سويتوه من الحزب، اذا انت شوف يعني هذه التقارير فقط لتضليل المواطن. نعم للضحك على عقول الاستخبار، لانه صار 16 سنه الناس ما صدق الانسان الصادق، الانسان تعلمت انه صدق الكذب، انت هسه حشاك اذا واحد اذا ما يكذب عليهم ما يصدقوه، زين اذا يحكي لهم الصراحه ما يصدقوه، زين الا يكذب عليهم. بس اغلب الناس ما مصدقه بهذا الكلام. أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية كان معنا. طبعا محمد الشياع السوداني النائب في البرلمان شدد على أن التعديل الوزاري كما قال يقول بات ضروريا في الحكومة وأن مدة السنة تكفي لرئيس الحكومة لتقييم عمل وزراء أو عمل الوزارات، وأشار إلى أن البرلمان سيبدأ حملة استجوابات بعد العطلة التشريعية الحالية. احنا قبضنا من الحكومات السابقة والبرلمانات السابقة اللي كانت يعني تقوم باستجوابات وزراء، وهناك حديث قوي على أنه هناك كتل سياسية تضغط باتجاه استبدال وزراء بوزراء من كتلها. طبعا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قام وأعلن نهاية حزيران يونيو الماضي حول التقرير نصف السنوي لإنجازات حكومته واللي تضمن إنجاز 44 مشروع، وأن نسبة 22% فقط هي التي لم يتمكن من تحقيقها،
في ذلك الوقت، بينما عد السياسيون بأن التقرير غير مطابق للواقع، وكشفت مصادر مطلعة بأن الأسبوع الفائت أو الأسبوع الفائت التي كشفت هذه المصادر كشفت بأن رئيس الحكومة ينوي إجراء تعديلات في حكومته عبر تغيير عدد من وزرائها، مما أثارت الكتل السياسية ملفات ضدهم وطالبت باستجوابهم في البرلمان، وأكدت بأن حراك عبد المهدي يأتي ضمن تفاهمات يجريها مع عدد من الكتل السياسية لأجل استمالتها. خلونا نقرأ هذه الرسالة على الواتساب، يقول فيها: الحكومة الفاشلة يضحكون على الناس، لا تعليم ولا عمل ولا زراعة ولا صناعة، وعودهم كاذبة، دمروا الناس الفقراء والمساكين، الله يكون بعون الإنسان. طبعا النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي اتهم رئاسة مجلس النواب بالعمل على تعطيل استجواب وزراء المالية والنفط والكهرباء والاتصالات والصحة بعد استكمال جمع تواقيع لاستجوابهم، ومثل ما أشرنا أنه في الدورات السابقة ما قبض المواطن العراقي من الاستجوابات شيء، وكشفت وانكشفت بأنه كل هذه الاستجوابات تأتي من باب الحصول على مناصب من قبل كتل سياسية، الحصول على مناصب في هذه الوزارة أو في تلك الوزارة، أو الحصول على أموال وصفقات ومشاريع ومقاولات. الزيادي قال بأن رئاسة لجنة المجلس تم استحداثها وتم تعيين موظفين يديرون الوظائف من أجل مراجعة وتدقيق هذه الأمور، ووصفها بأنها مخالفة أو مخالفة دستورية. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة صوتكم، ونأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ ما بحال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، معنا اتصال أبو الحسن من بغداد، فضل أبو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يعزك، أنا أشكركم طبعا على نقلكم الحقائق اللي في الحكومة العراقية، ومن خلال قناتكم كل الشعب العراقي يفهم أنه ما يجري على أرض العراق، وبالتالي إحنا ننقلكم الحقائق الموجودة عن طريق ما نشوفه وما نرآه. نعم. فعملية إنجازات الحكومة حول نعم. حول الإنجازات اللي بيتكلم عادل عبد المهدي عليها. نعم. الإنجازات أولا قطع الكهرباء، التيار الكهربائي في بغداد في وسط العاصمة بغداد. نعم. هاي إنجازاته. نعم. اثنين قطع النصف البطاقة التموينية، الآن هذا الشهر نص بطل زيادة استلمنا، هاي إنجازات يريدون يبهدلون الشعب وبالتالي جوعوه، ونتيجتها تكثر العصابات والمافيات وهم يقودوها الأحزاب اللي تحكم العراق الآن. وهناك ارتباطات خارجية ما يريدون العراق أن يستقر. هذه الحكومة والحكومات بعد الاحتلال من بعد 2003 ولحد الآن ما يريدون أصلا العراق يستقر استقرار تام، لأنه أكو هناك أجندة خارجية مجاورة تريد العراق تدمره حتى لا ينهض مرة أخرى. فإنجازات الحكومة أخي التبليغ
الآن بغداد ثلاثة أرباعها قسات وما قادر أي شخص يمشي في وسط بغداد، هاي خدماتها. أما الخدمات من ناحية الكهرباء والمي وغيره والمجاري صفر. هاي إنجازات الحكومة اللي دا يتحدث عنها عادل عبد المهدي، وهم زين أنه البرلمان ناقبه بالتقرير الأخير اللي قدموه اللجنة البرلمانية. فحكومة عادل عبد المهدي أيضا تبع للحكومات السابقة، لأن طالما الأحزاب نفسها هاي اللي هسه على سدة الحكم من حزب الدعوة والمجلس الأعلى والأحزاب الإسلامية هي تقود البلد، ما يصير برأس العراق خير طالما هذولا موجودين هؤلاء السراق والحرامية. نعم سيد، شنو يعني العراق ما عنده فلوس حتى أبو الحسن؟ أنت تحدثت على موضوع الخدمات في بغداد والكهرباء، يعني كل هاي السنوات يعني شنو ما عنده فلوس العراق؟ بلد فقير؟ أخي أبو خطاب عيني، نعم. العراق من أغنى بلدان العالم، يملك أرض السواد، العراق زراعة عنده، دمروا الزراعة، عند النفط، عند الفوسفات، عند اليورانيوم، كل هاي موجودة في العراق وأغنى بلد بالعالم، وإنما مجموعة من السراق الآن واللصوص هم اللي حاكمين العراق، فما ممكن أنه العراق ينهض طالما هذول يحكمون. الآن طفل يبوق لكلينس ينحكم، وهذول يبوقون المليارات تحرسهم الشرطة نفسها، حراسهم الشرطة، والطفل اللي يبوق كلينس تعتقل الشرطة. شوف الحمايات مالتهم، هم الآن يبوقون حماياتهم داير ما دايرهم هي الجهات الأمنية. أخي فالعراق منهوب، العراق دمروه، فعلى الشعب العراقي أن يعي إذا ما صير ثورة عظمى أو ثورة عالمة من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، ما تصير للعراق شارة نهائيا، ويبقى العراق متخلص. وهاي نتائج الخدمات، والخدمات الطبية والخدمات الاجتماعية والتعليم والاقتصاد كله دمره، وإذا بقى بهالشكل ما تقوم لقائم العراق نهائيا. نعم زين أبو الحسن يعني شنو فائدة مثلا احنا صار لنا هاي 16 سنه كل ما تصير شغله تشكل لجنه برلمانيه، وتدري هاي اللجنه تخصص لها ميزانيه وفلوس وحمايات والى اخره وامتيازات، شوف عاد ايش قد تاخذ لها فتره، شهر شهرين ثلاثه اربعه سنه، طلعت اللجنه بنتائج. يعني نذكر على سبيل المثال للحصر مثلا اللجنه اللي شكلت بالتحقيق بأسباب سقوط الموصل، وطبعا في وقتها حملت نور المالكي المسؤولية الكاملة لسقوط مدينة الموصل وإلى آخره، من باب أنه اللجان تشكل وتصرف عليها المليارات، ومن باب تطلع النتائج، وفي نفس الوقت ما عندنا قضاء مثلا يتخذ قرار صارم وحقيقي وفعلي تجاه هذه النتائج اللي ترتبت عليها نتائج اللجنة. زين احنا مثلا يقول لك المواطن يقول لك والله احنا على شو شكلوا هاي اللجان، شنو الفائدة من عندها اذا فقط هي اعلان ماكو لها اي نتيجة فعلية على الارض؟ رأيك اخي بالنسبة للجان اللي تشكلها تأثيرات موجودة، تأثيرات حزبية على السلطة القضائية. السلطة القضائية الآن أخي ما مستقلة، هم يقولون سلطة مستقلة، أنا أقول لك يا مو مستقلة، نص القضاة هي من الأحزاب اللي تحكم، وبالتالي أي لجنة تشكل أو تنحال إلى القضاء، القضاء حتى إذا بت بها أكو هناك معارضة من الحكومة نفسها، وبالتالي أنه عملية سقوط الموصل قصروا والقادة اعترفوا واعترافات على التلفزيون علي غيدان وغيره أو على هذا الغراوي، نعم. مهدي الغراوي قال أنه تقصير من رئيس وزراء أنه أمطى أمر السحاب، وين قرارات اللجنة اللي حققت سقوط الموصل ودخول داعش؟ لأنه داعش دمرت العراق ودمرت المناطق الغربية بالكامل، هم رايديها الشكل. وين وصلت اللجنة التحقيقية؟ سدوها، لأنه عملية تسويف. كل اللجان اللي تحقق
كل شغلات اللي المسؤولين يرتكبوها من أخطاء أو قتل بعملية تسويف، لأنه السلطة الحاكمة هي تقود القضاء والقضاء ما مستقل. فعلى هذا الأساس أي لجنة عندما تكون تقرير وترف على القضاء فما يقدر يبت به القضاء، لأنه هناك أحزاب معارضة، وبالتالي عندما تقصر قصر مثلا وزير التجارة عندما باق مليارات الدولارات. نعم. وبعدين طلع براءة المالكي، طلع بخمسين بكفالة بخمسين مليون. نعم. شنو الخمسين مليون طلع انت كفالة حيل القضاء؟ نعم. ياخذ لا عفوا عنه، عفوا عنه، لان اكو هواي مسؤولين اخويا عمر، هواي. نعم. مسؤولين بالدولة سرقوا اموال العراق. ليش هو بزمن المالكي 8 سنوات 1000 مليار تريليون دولار، وين؟ نعم. راحت هاي الألف مليار تبني العراق بالذهب من الجنوب للشمال، يعني أفلش العراق كله وأبني ذهب هاي الأموال اللي سرقوها. أي لجان يا أخي؟ ماكو أي لجنة، ماكو لجان مستقلة. حتى إذا كانت لجان حقيقية ومستقلة وتنطي رأيها، فهناك أحزاب قوية هي اللي تحكم، والميليشيات هي اللي تحكم، وما تنطي مجال للجان التحقيقية اللي تتب تقارير حقيقية، وبالتالي اللجان التحقيقية تهدد من قبل الأحزاب والميليشيات. وشوف التقرير برا فترة تغير. نعم. أنا أشكرك أبو الحسن، أنا أشكرك أبو الحسن من بغداد، كان معنا اتصال أبو مريم من البصرة. تفضل أبو مريم. لا. تفضل. هيا وين صاحبك؟ تفضل ابو مريم. ابو مريم تسمعني انت على الهواء؟ نصي لي التلفزيون ابو مريم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. التلفزيون الله يخليك لله خير. السلام ورحمه الله. حياك الله، يا اهلا بك، اهلا وسهلا بك حبيبي الغالي، الله يسلمك. بالنسبه لمشاركتي حبيبي، هي بصوره عامه. نعم. بصوره عامه احنا اللسان مل، بس ان شاء الله امنا بالله قوي ونعم بالله، يعني واجل كثير على هاي الاموال اللي جاي تهجر وجاي تروح. مثلا هسه المتقاعدين، نعم، المتقاعدين سووها كل شهر حطولهم شهر على المتقاعدين، هاي نقطه من الفساد، هاي خاب ما تدري بيها انقص فيها نقطه. نعم. يعني سووا كل شهر، صرفوا شهر وشهر راح، هذا كم مليار؟ هاي نسجلها يمك ملاحظة. وانا سمعت المتصلين اللي قبلي هو نفس التعليق، يعني شردنا هو فساد فساد وتسالب على السلطة، واكيد انانية وفضول لا اكثر ولا اقل، وما راح يستفاد الفقير الا بإرادة الله سبحانه وتعالى. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. وهاي ما عندنا بعد غير شيء، ونسأل الله الرحمة. ولا شغلة يا أخي واضحة للعيان، وبيك هي أوضح من الماء الزلال. نعم. أي يعني المصيبة ما نرجع ونقول نفس الحكي، ألا لو نالت حيا ولكن لا حياة أو لا حياة لمن تنادي. نعم. والسلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد. تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو رأيك بالموضوع؟ جماعة قال لك إنه هذا تقرير الحكومة غير صحيح ومضلل، والنسب عالية جدا، وما تحقق على الأرض لا يشكل يعني ما يوصل إلى الربع أو أقل من الربع مما أعلنته الحكومة. أستاذ من 2003 إلى الآن ما شفنا فشيء يعني شيء زين بالعراق. نعم. كل تأخر، كل احتجاجات، كل انتقادات، هذا اللي احنا حصلنا من الحكومة انتقادات فيما بينهم، لأن كلهم يسعون إلى الخمص وإلى أخذ موارد العراق، والانتقادات على مود المناصب، وخاصة المناصب اللي هسه اللي صارت مال السفارات، كلهم أهل الوزراء وأهل الأحزاب كلها توزعت عليهم، واللي فاشل بالحكومة وزعوا له منصب بالخارج. وبعدين أستاذ، هو تيار الحكمة سوى سابقا حتى يصير هسه يطلب من الشعب العراقي. نعم. إنه الخروج لمظاهرة
وانتقادات للحكومة. هم كلهم شركاء بالحكومة وبالعملية السياسية. هاي معروفة. اي استاذ هو يعني هاي المظاهرات اللي راح تصير على اساس انه يوم الجمعة اكو مظاهرات ويطلب الشعب العراقي انه يطلعوا له. زين احنا شو استفادينا من المظاهرات السابقة اللي قام بها السيد مقتدى الصدر ودخله البرلمان؟ شنو اللي تبدل؟ شنو اللي تغير؟ بعدين انه هاي الانتقادات ترى تعبر عن ضعف شخصية الدولة وشخصية عادل عبد المهدي وشخصية شخصية الإداء الوزاري وبالنسبة إلى الإداء بالنسبة للدوائر الأخرى. شنو اللي استفادينه من عنده؟ زين أستاذ من كان موجود حيدر العبادي عندما باع 3 آبار نفط إلى الكويت وأخذ مكانها مبالغ وهذا صرحوا به ما بدي أتذكر منه اسمه صرح به أشو ما أحد انتقده ولا أحد عارض إنه هذا التصرف لأنه هذا قوت الشعب إنه أنا أبيعه في سبيل أنا أنتفع بالدولارات اللي هذه هذا قوت الشعب هذا اللي المفروض إنه أنا أستخدمه لإداء كهرباء جيد اللي وصل درجة الحرارة أكثر من 55 وعلى أساس إنه يصدرون إلى الخارج إنه كل تصريحاتهم بالنسبة للكهرباء. بعدين أستاذ هو كل اللي معارضين هم كلهم فشلة وناس يخضعون إلى الأجندات الخارجية. بعدين عندنا هنا ضغط الأحزاب على الحكومة باعتبار إنه عادل عبد المجيد هو ضعيف الشخصية لكن هم أضعف من عنده وكلهم يعني متمسكين بالحكومة وبالإداء. وبعدين عمار الحكيم عندما تنازل عن حصته في المناصب باعتبار انه مثل الصار يقول لك انه انا تعرضت الى خدعه انا والعبادي باعتبار انه احنا تنازلنا في سبيل انه الحكومه تقوم بعمليه اعمار واصلاح واحنا يعني صارت براسنا هاي الخدعه. نعم الاستاذ انه يعني نشوف انه الوضع العام للدوله او للحكومه هو موقف ضعيف. نعم. الشعب العراقي ساكت الى متى ساكت؟ ما ساكت الشعب والله ما ساكت الشعب بس شو يسوي؟ ما يخالف بعدين هو يريد بعدين عمار الحكيم ام عبد الله كاتب نفسه استاذ ام عبد الله الناس طلعت اقول لك الناس طلعت بالبصره مظاهرات يدورون مي حلو ويريدون خدمات الجماعه طلعوهم دواعش وبعثيه. أني أشكرك أم عبد الله من بغداد كانت معنا نقرأ هاي الرسالة. أبو حاتم الموصل يقول السلام عليكم أستاذ عمر تحية طيبة لك ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام والعراقيين المظلومين تحت هذا الاحتلال الأمريكي الإيراني بإدارة عراقية من العملاء يقول مدربة على يد قوات الأمن المركزي الاحتلال المذكور في العراق هذه عصابة مافيات لا تليق بالعراقيين لو حكومة منتخبة بإرادة الشعب لكان كمل نصابها خلال 72 ساعة لكن لغاية الآن لم يكتمل نصابها بعد السنة. يقول هذه جرثومة الاحتلال في الخضراء خالية من خدمة الشعب والإنجازات بل إنجازات عملاقة للاحتلال أما إنجازات وهمية للشعب العراقي من هذه الحكومة يقول أسوأ حكومة شهدها التاريخ والسلام عليكم. معنا اتصال أحمد بن الموصل تفضل أحمد. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك تفضل. شلونك أخوي العزيز؟ حياك الله يا أهلا بك أخوي العزيز. أحب أوضح لكم الموضوع أنا أحمد من سهل نينوح. نعم حياك الله تفضل أخوي العزيز. بالنسبة للمظاهرات اللي صارت في سهل نينوح الحشد الشعبي قامت بالتهديد وتهديد القسري على قرى سلمية وقرى كثير من القرى على أن يطعم ظهرات وإلا سيعتقله. نعم تقصد البارحة اللي صار بسهل نينوى لواء 30 ايه لواء 30 احنا قرى شبكية قرى شبكية سلمية حيث الشعبي قامت بالتهديد وبالتهديد القسري يعني على القرية وكل القرى يعني السلمية إذا ما تطعون يعني راح يقولكم هذا. ومن نسبة الغار قرار اللي على تفهمه. نعم أحمد بس حتى أفتهم عليك أنا شوي الصوت مدافع. أنت تقصد
على التظاهرات اللي طلعت البارحة أو أولة البارحة ضد قائد عمليات نينوى اللي إجا على أساس أنه يخلي المنطقة من اللواء 30 التابع للحشد. أي أخوي على هذا. تمام. اللواء 30 أجبركم على الخروج لو شنو؟ أجبر الشبكة السنة على الخروج. نعم. أجبركم ها بيا منطقة؟ منطقة سهل نينوى. نعم. شنو هددكم؟ بعد ذلك يعني. أي. هددكم قالكم إذا ما تطلعون نسوي كذا لو شلون؟ نعم 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 حتى بالمساجد حتى بالجوامع. وبعدين من ألغوا القرار على أساس الحج ما ظل مناطق سهل نينوى. نعم. قاموا يضطرون بالقناه المياه بالتعميد يعني والانفاض يصبحون بانفاض طائفيه. نعم. نعم ويصبحون طائفيه الثاني ومعطف مناطق هي شبكيه المياه وقاموا يهدون من كل الشبكه يقول ليش مو المياه يعني. نعم اخوي العزيز يعني حتى وضحوا انه الشيعه ليس هم الشبكه الشيعه اكثر من نعم يعني أجبروا الناس على الخروج بتظاهرات رافضة لإجلاء لواء 30 من المنطقة. زين أسألك أحمد يعني معقولة جيش وشرطة وقرار على أساس صادر من القائد العام للقوات المسلحة ما يقدرون يعني ينفذون قرار رئيس الحكومة؟ اخويا هذا كله اوامر ايرانيه مو لا بيد الحاج الجيش ولا بالشرطه ولا بيد الرئيس ترى. نعم نعم اخويا العزيز وحط وضعكم هذا زين احكي لي على ممارسات هذا يعني هذه الميليشيا ميليشيا لواء 30 ممارساتها بالمنطقه. اخويا لواء 30 لواء عنصري ديني يعني لواء عنصري ديني ليس لكل المكونات بل للكون الشيعي فقط. نعم سيسيطرون ماشي تصرفاته ويا الناس. هو هناك تحدث هناك من تحدث انه هذا ياخذ اتاوات وعنده انتهاكات حقوق الانسان طبعا وادرج القد على لائحه الارهاب والعقوبات الامريكيه والى اخره بقرار الخزانه الامريكيه. تمام. وتحدث الكثير من اهل الموصل من سياسيين ومن مواطنين. انت من ذيك المنطقه سولف لنا شلون يتعامل مع الناس. اخوي العزيز معاملتهم مع الناس يعني معاملتهم مع نفسهم زينه بس مع سيطرات سيطرين على جميع المحافظات الموصل من فوق الاربيل وعلى الاساوات السيارات كانوا كلها ياخذون. نعم. نعم. يعني بالنسبة للسهل نينوى ليس كلهم شيعات بل هم فيهم مسيحيين مجديين وكراكيين وشبكة السنة ربعهم ما يطلع من الشبكة الشيعة ويسيطر عليهم شبكة الشيعة. نعم نعم أخي العزيز أنا أشكرك أحمد من الموصل كان معنا اتصال أم خالد من الرمالي. تفضل يا أم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا جعانة تشارك بالبرنامج. تفضلي انت على الهواء مباشرة. نعم. اي مخطوفين اهل الرزازة هاي صح يصير لهم 5 سنين ما حد يعرف ان ابنه شيء يعني هاي وين دايرة وين صايرة. ما زال لا الوزير يقدر لا البرلمان يقدر ولا رئيس الجمهورية يقدر عجل من اللي يقدر على ايش حكومة هم. احنا نريد ولدنا لا هم يا داعش لا هم ما لهم اي صلة باي شيء. ناس فقراء طلعت من هنا وقضبوهم هنا يم الرزازة شنو ليش لو عندهم شيء نقول هذول عندهم شيء بس والله يا وليدي ابرياء ما عندهم اي شلسان لان هاي اطفالهم جايحة بالشوارع يا وليد الحالة لان هم ما يستحون ما يقولون هالنسوان ما يقولون هالاطفال اللي لا راتب ولا معيل والاطفال قال حتى يعني معيل كبير ما عندنا. لا حول ولا قوة الا بالله. يصير هذا العمل وين هاي وين لا والله ما يصير. هاي مران هسه عجوز ما شفت هذا العمل بحياتي. نعم. انا مواليدة 66 ما شفت ايه هذا الحكم والعمل فردنا. الا بشر ياخذونه ما حد يندل وين؟ نعم.
ليش هذا عمل هذا؟ أخذوا ابنك أم خالد؟ أخويا. أخوك. أخويا. أيه. أخويا والله العظيم ديح جهالة وخذوا على الرزازة والله أي شيء ما عنده بري من كل شيء. وبيته وقعوا دواعش تراب والله العظيم هاي راح يصير له 5 سنين ما حد يعرف عن ابنه شيء يا وليدي. لا حول ولا قوة. وجهالة كذاي على راتب. نعم. لا الحكومة هنا عاينتهم ولا ندلع لنا أي شيء. والله يعني حتى اللي يروح يدور لابنه ما يعرف عنا كل شيء. زين ام خالد لما اعتقلوه بالرزازه يا جهه اعتقلته اخذته بوقتها؟ والله من الشيء والله نعم واقفين حاشد على شو اسمه وكرفان يم صف الرزاز هاي يعني ماكل المدينه السياحيه. اي نعم المدينه السياحيه احنا وياه. ها انتوا جيتوا وياه بوقتها؟ اي والله احنا وعائلته كليتنا يا وليدي. شو انهزمنا من الظلم على اساس وطلعنا لقينا ظلمان قدامنا ظلمه ما نعرف هاي الشيء شنو هالشغل هذا شنو هاي المصيبه اللي جرت علينا شنو هاي البيوت التراب يا وليدي وادم هسه انا عندنا وادم هاي عندي وحده من الناس انا بنتي شهيده اي من حرب الامريكان من 2006 والله ما حد عمر غاب لا نروح للمحافظ يطردوننا نروح على المحاكم يطردوننا وانا اقول لك مالي يدورون فلوس وباب العرف والواسطات. والله العظيم الله يفرج عن كل بري الله يفرج عن كل بري الله يعين الناس والاستشهد بالايام هاي السلمان بالفلوس وبالبراطين والله العظيم واحنا شوف اقدم الناس وصحيحه والتزوير مش عندهم. الله يعينك الله يعينك ويعين هلا ويعين جميع اهالي المعتقلين والمعتقلين. نسال الله ان يفرج عن جميع الابرياء. ام خالد من الرمادي. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين نلقاكم يوم غد ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم. شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.